وقت الغربة، كنت معكم اليوم ماكو كابتن ما تبقى تصقم نتوك معك فيديو جديد من ماستر ليج مع ليفربول، الحلقة الثانية مع ليفربول والحلقة الخمسة عشر على ما اعتقد من ماستر ليج كامل. فاليوم راح نلعب اربع مباريات كالعادة، يعني كالعادة اول شيء مع ما فاضي لاعب لان يعني ما اعطيتوني لاعبين، يعني احس انه يعني ليفربول مكتفين يعني. اول مباراة تكون ضد دينامو زغرب في الشامبيونز ليج، اول مباراة عقب العب ضد ايفرتون فريق ممتاز وتعتبر مباراة ديربي على ما اعتقد، وعقب بلعب ضد السيتي فريق قوي جدا، واخر مباراة راح نلعبها ضد برشلونة. ف عنوان الحلقة مباراة قوية ضد برشلونة. اوكي فنسير الى يوم الاخير لفترة الانتقالات، وعندنا 15 ساعة، يعني ما اتوقع اني بشتري لاعب. خلينا نشوف الخطة، بصراحة خطة ممتازة، عندنا حكيمي، عندنا لوكشاو، كوفاسيتش في النص، وبصراحة يعني ممكن يعني افكر في اللاعبين اللي هم يعني ممكن افكر في اللاعبين اللي هم يعني يكونون بدلاء لثلاثي فيرمينو وماني وصلاح، لان يعني بصراحة يعني انا بصراحة يعني عندي ها يعني بصراحة اكملنا تلقى عرض من فاينورد شيء ممتاز بصراحة، اني انا عرض للاعب اصلا ما انا بطل من النادي وهو ملنا ملنا بيروح 23 مليون. مع السلامة مع السلامة يا ملنا، انا 34 مليون وخذت مفاوضات انتقالات ساعتين، فا اوكي لازم نسرع. فا اوه صلاح تلقى عرض من بالميراس، وماني من سيسكا موسكو، انجز من ودينيزي، وواد من ستراسبورغ. أنا بصراحة ببيع إنجز والثاني، بس ما ببيع محمد صلاح ولا ماني. محمد صلاح 33 مليون، لو خذيته بأي مبلغ أنا ما راح أبيع صلاح ولا حتى ماني، لو بعتولي ب100 مليون ما ببيع. أوكي فا إنجز روح ما نبارك. أوه 10 ساعات يلا خلينا نستعي الفيلم انتقالات بس في عمان الدين. فعندنا عرض لمينيوليت وسولانكي وغوميز، صراحة يعني لازم نفاوض لاعبين، لازم نحط لاعبين في المفاوضات. خلنا ندور يعني واحد من الدوري الهولندي، ممكن يكون عندنا لاعبين يعني نفس. خلنا ندور على جاستن كلايفوت، هذا رقم واحد. خلنا ندور على مهاجمين، نبغي ناس يلعبون ويانا، انا مليون سنين. اوكي هذا اوه حتى مفاوضات لاعبين تاخذ ثمان تاخذ ساعتين، فيلا يلا 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 اوكي. تحديث في مفاوضات كلايفت، اتوقع اني يعني حاليا بشتري كم 9 ملايين. اوكي ممتاز جدا، يلا يلا خذ 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 لا 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 ست ساعات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سوبر ميني. اوكي كلايفت انضم للفريق، حياك. اوكي فخلنا نسير مفاوضات، ف ناخذ لاعب مسح سبوت. انا دوب مهاجم مهاجم من هامبورغ بدور لاعب اسمه
أرب أرب يعني يقولوا الطور بصراحة، لكن هذا وادي. وين أرب وين أرب وين أرب؟ أوكي احتمال 100%، لكن يعني المشكلة طاقة قليلة جدا. خلي ادور لك زيت. اوكي يعني لا وادي، لا بحر، لا يعني لا بامات، لا 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 حاليا في هالوقت. خلي ادور يعني ظهير نعشينك لايفات. اي ظهير، خلي اشوف ظهير شو. ار دبليو اف يعني بدال محمد صلاح او بدال ماني، ف ابغي ار دبليو ال دبليو اف. خلي نشوف ال دبليو اف هني، يعني ما ادري منو ال دبليو اف. عندهم هزاد هزاد، بفاوض مع هزاد، بدأ تفاوض مع هزاد. اوكي هزاد، لا 4 ساعات حاليا الوقت يمر. هزاد يا هزاد، هزاد تعثرت مفاوضات مع محمد صلاح، بعد يفاوضونه. اوكي ف هزات بسلسلة مفاوضات معه، فيلا محمد صلاح ما راح يروح بلاكم. كم ما راح يروح محمد صلاح، ف اوكي فخلنا نروح 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 انت مندور. اوكي ف اوكي مارشال 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 يا حبيبي. اوكي وين مارشال؟ مارشال في فصل في فصل. اوكي وقت ساعتين ساعتين، يلا يلا ساعتين ساعتين. اوكي تحديث في مفاوضات مارشال، بنقدر نشتري مارشال، ما بنقدر نشتري يعني كسر في لاعب ثاني. فا اوكي اقبل اقبل، باقي 10 مليون و خلاص 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 خلص علينا سوق الانتقالات هذا. ففريق شهر من أغسطس في فيرمينو ومحمد صلاح، زاد طاقة كوفاسيتش إلى 83، وزاد طاقة وودبورن إلى 71. صرت كنت بالغلط، تعثرت مفاوضات ميليليت وسولانكي وواد وغوميز وفان مارشال إلى الفريق. اوكي خلي الطرف اللي هو كريدا شابس ليك احتمال انا خلص كوبيرايت. حصلنا مارشال، حصلنا معنا لاعب يكون من سوق الانتقالات الجاي، مهاجم يعني يكون ايضا صفر وش يعني ممكن هذا يتفاوض مع مبابي. خلينا نتفاوض عليه قبل ما ها عنده مصطفي مصطفي بطي في فرصة في فرصة، وبدأت طلب معه أنا يعني اللاعبين اللي ما قبلوهم نفس هو لكي بنحط على قائمة الانتقالات. أيضا واد بنحط على قائمة الانتقالات، وميزة أيضا بنحط على قائمة الانتقالات، وأيضا منيو ليت بنحط على قائمة الانتقالات. لو بنحطها هنا كلهم على قائمة الانتقالات، ف كذي يعني بصراحة أتوقع إن لو حطيتها على قائمة الانتقالات بصراحة
اي وموضوع عقب انتقالات واد وموضوع عقب انتقالات تغيير ايضا موضوع عقب انتقالات نريد ايضا عقب انتقالات اوكي يعني راح نحاول ايضا نعدل المناخ ما ادري على داخل حاس ف يعني حاس احتياطي يا شباب لا تخافون يعني عندنا نعومة اساسي بناخذ واحد احتياطي فممكن يعني اخذ كذا انتباب لا ما ممكن ممكن عندنا فصل مع لاعبين اليسون بيكا وبيري وين اليسون بيكا اليسون ما في فصل لكن ممكن خلنا نفوض اليسون بيكا فخلنا نروح عند لا اوكي فوين جنوة يعني بس جنوة اوكي ها هو جنوة سيرين ها هو جنوة كل متعقد من سيرين ايضا متعقدة قليلة ايضا يعني بحاول بتعاقد معاه يعني ممكن بتعاقد بلعب ثالثة بلعب مباراة اللي هي ضد دينامو زغرب اللي هو يلعب في الدوري الكرواتي فأفضل الكرواتي ما موجود في اللعبة لكن حطيه بالفرق أوروبية أخرى يعني ممكن يحتاجون يعني الفرق اللي هي تتواجد مستمرة في هو أوه صح ما عدلنا قبل لاعبين أوكي ف صراحة نسيت خلص عليه الوقت ف أوكي ف كلايفات طاقته رقم 45 في الفريق وماشي رقم 5 هذه هي بداية الإثارة هذه هي البداية الحقيقية في دوري أبطال أوروبا اوكي دخل أرضية الملعب ليفربول ضد دينامو زغرب في أول مباراة من الشامبيونز ليج اوكي ندخل لاعبين أرضية الملعب تصاعد كبير لأصوات الجماهير المرحبة باللاعبين أثناء دخولهم المنتظر إلى أرضية الملعب الزرب أوكي عزف النشيد لدوري أبطال أوروبا هذا النشيد الذي يأمل كل فريق أن يسمع في كل موسم ملعوبة من مسافة فيرمينو يحاول صلاح يلعب لفيرمينو فيرمينو مات فيرمينو سدد والهدف الأول فيرمينو يسجل الواحد صفر مع أشرف حكيمي يستهلون صراحة يا جماعة لا تسألوني عن شعر حكيمي أتوقع في هذا في اللعبة لأني أنا أول مرة في حياتي شفت حكيمي صار شعر حكيمي يعني ممكن أغير الشعر يعني ممكن أغير الشعر يحاول أن يلعب كابيني عادت لصلاح صلاح 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 مو صلاح يعدي صلاح تسديد ما بنعتبر لا سيء ولا ممتاز جدا ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن ماني يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح وماني كيف ضيعها ماني كيف ضيعها لعبها حكيمي حكيمي يلعبها لروبرتو فيرمينو روبرتو فيرمينو وماني يسجل الهدف الثاني 2-0 ساديو ماني يسجل الهدف الثاني ركنية محمد صلاح لعبة عظيمة روبرتو فيرمينو روبرتو فيرمينو لكن لا لا ما سددها صح لا كيف عارف من كانت تسديدة صلاح ضيعها وتنتبه من صفر بعد هذا الأداء الكبير الأداء الراقي في فيرمينو هذه المباراة يمكن القول أنهم تقريبا you
اوكي انتهت المباراة بنتيجة 2-0، برشلونة فازت 3-0 على نابولي. واو اوكي، فبرشلونة حاليا المركز الاول، انا انتهت المباراة مع ضدهم ونفوز عليهم ان شاء الله. فانو اللي يتطور، ف ليك شو اتقن تدريب مراقبة المقص. فعندنا مباراة ضد الايفرتون، ايفرتون اوكي، ف لا لن اغير كلامي ايضا، فان فريقنا يتفوق على ايفرتون مهما يكن، احرص على تحقيق ذلك. سنوره ستمثل مواجهة ايفرتون طباعا حقيقيا لمهاراتنا، ليسوا بالخصم الهين، ولكن اتوقع ان تكون لنا اليد العليا في النهاية. اوكي، هذا كلام المالك، و المالك يبغي فريقنا يفوز على ايفرتون، فان شاء الله اخليك تفوز وما خيب ظنك. لا شيء مثل رقم النحاس على تحقيقه. اوكي، هذا كاتسين قصير منها، ف رغفة الملابس. اوه، ساديو ماني غير جاهز. اوكي، راح نلعب بداله لاعب، اخذ لاعب بداله مارشيال اللي بيلعب اول مباراه في هذه المباراه. اوكي، دخل ارضيه سيداتي انساتي سادتي، اجمل التحايا لكم من هنا في احد اعرق الملاعب الاوروبيه بالتاكيد، هنا انفيلد. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي، سيداتي وسادتي، مرحبا بكم معنا في لقاء اليوم. صلاح صلاح يسدد والهدف الاول. الله عليك يا صلاح، في الدقيقة 13 يسجل الهدف الاول لمصلحة الفريق فريق الرد. ليفربول يسجل محمد صلاح الهدف الاول لمصلحة فريق ليفربول، ونتقدم في الديربي بنتيجة 1-0. فيرمينو ومحمد صلاح عادة لحظة صلاح والتسديدة من وبيت فيرمينو. لعب صلاح ما توقعت انه في حاصل، عادة لمارسيال، مارسيال يتقدم، مارسيال مارسيال يسدد هيك عادة. نتيجة صراحة ما تطمئن بالنسبة هم اللي عشان يعني يصير نلعب الفترة الثانية من المباراة. صراحة عظيم، والتسديدة من وبيت فيرمينو، لكن لا روبرتو فيرمينو، روبرتو فيرمينو، روبرتو فيرمينو يلعب بينية طويلة، ماركا التسديدة، مارسيال يسجل الهدف الأول له مع ليفربول. تذكر أن مارسيال أصلا خذ رقم 7 من لاعب اليورو في موقف واحد على واحد. ملنا تمام، تبديل في الطريق، كرة عرضية يقل ليفربول وهيك. لا يا فيرمينو، عاد الكالي لكن هيك التسديدة والثالث، الهدف الثالث 3-0، ونسجل الهدف الثاني. فيرمينو تبكى اسيا من اللي هو مارسيال عقب تسديدة من العارضة
من فيرمينو، عقب لاني يسدد والحارس يصدها، وعقب اي فيرمينو يسجل الهدف الثالث. نقاط تسديدة فيرمينو في العارضة، نقاط تسديدة من لالانا صدى الحارس، فيرمينو سددها في العارضة ودخلت الى السباق. من الفريق الفيرتون وتمبا 3-0. صراحة قدم مباراة ممتازة، لكن يعني حظ صراحة وانتهت المباراة، وجد المباراة للمرة الثانية على التوالي. اوكي توتنهام يخسرون، نحن متعادلين مع مانشستر يونايتد جامد يعني كده، يعني مانشستر يونايتد كويسين، فازوا في مباراتهم و ارنولد يتطور ولوك شاو فقط 79، ولوك شاو تدرب على دوران 63 درجة. احنا نسمع لاعبين الفريق الوطني اوف 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 تحت ثلاث مفاوضات مبابي وليسون وبيرين. صراحة خلني أحاول معاهم مرة ثانية. أخذ الدور أيضا على مهاجم و مهاجم ومن أيضا مهاجم و حارس، مهاجم وحارس أيضا. يعني صفر، خلينا نشوف، ما بنشوف يعني الدوري لا الفرنسي ولا اللي هو الإنجليزي نفسه. رجل جيكوب ممكن إيكاردي، خلنا نشوف إيكاردي، هاكو إيكاردي، إيكاردي وين إيكاردي، أوه في نقطة واحدة، خلنا نشوف يعني أفضل يعني كم سعر اللاعب، قيمته 26 مليون. وخذ على حال سيفن. خلينا نشوف من منو حارس اياكس. اتوقع يبقى فرق حارس جيرونا، ما ادري يعني بصراحة اي حارس افاوض، اتبيع فاض مع حارس صغير يعني اوكي في نفس الوقت يعني مو نظاس. اوكي خذ تشوف كيبا 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 او كيبا ما ادري، ف صراحة يعني ما عنده فرصة صراحة، توقعت العكس انه يعني يكون عنده فرصة و يقدر يلعب معنا. ايضا يعني عندنا 3 مباريات في ملعبنا اليوم، ممتاز جدا، يعني فرصة ممتازة حق المتابعين انهم يحتسبوا حق 3 مباريات ورا بعض. و you
اوكي، فزاد طاقة الباتو مارينو إلى 77، وزاد طاقة فان دايك إلى 84. تحديد لاعبين فضلوا لي صراحة صعبة، يعني تحديد لاعبين فضلوا لي يعني ما أدري، يعني كذا اختار صلاح. صراحة لاعب ممتاز، يعني صانع ومهاجم في نفس الوقت. يعني صراحة في ناس يعني ينتقدون صلاح، ما ادري ايش السبب يعني ينتقد صلاح، ما اعتبر لاعب يتطور. اوكي، هذا هو محمد صلاح. فاعتبر من أفضل لاعب عندي. أح يا الله، تعثرت مفاوضات مع 5 لاعبين. اوكي، تعثرت مفاوضات مع 5 لاعبين كاملين. اوكي، ف هاي 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 كيف يا جماعة، يعني كيف أحذف اللاعبين؟ يعني بصراحة اكتبوا لي مهاجم وحارس، ممكن يكونوا احتياطيين. تعال بس بلي يعني خلاص ما اعرف منو، يعني ممكن هايكين خلينا نجرب معه. وهايكين نكتب كين كين في 4، هذا هو اللي نبغي. صح، بس عارفة أبغي هاي كين. هاي كين يعني لاعب ممتاز جدا. اوكي، نمبر في الانفيلد ضد مان سيتي. ماي بصراحة أول شيء أحب أقولكم إني يعني ما اشتري أي مهاجم، وكان مفروض إن أشتري أي مهاجم حتى، يعني بصراحة لأن يعني فامينو غير جاهز للأسف الشديد، و صراحة مارشيال وكلايفات يدخلون كمركز. فامينو بدخل مارشيال، يعني أعطي فرصة هو كلايفات، ف أيوة يعني برفع اللي هو محمد صلاح. أيوة يعني حتى اللاعب اللي هو لا أنا غير جاهز، فبدخل وهو هندسه الملعب الشهير ليفربول والملعب الخاص بنادي مانشستر ليفربول سيتي. أنفيلد، هذا هو كلايفرت يلعب له أول مباراة، يلعب أول مباراة له مع ليفربول. مباراة 45 والآن فلنتابع أعزائي المشاهدين تشكيل الفريقين.
شيء يعني، ممكن اشتري اداسون صراحة، لأن يعني حاسس احتياطي مع السيتي. يعني المهم بنركز بشكل مهم على ما شاء الله يلعب على اتصال ساديو ماني. ساديو ماني راسية والهدف الأول، كلايفرت يسجل الهدف الأول 1-0. هذه قيمة إمكانية دائما، يسجل الهدف الأول 1-0، يسجل أول هدف مع ليفربول. كيف سجله؟ تبع عظيم ساديو ماني راسية من لايفر، سجل الهدف الاول، حط الهدف الاول على طول. عادة الكرة جاستيك لايفر، جاستيك لايفر يلعب بينية، عادة الكرة تسديدة مارسيال يسجل الهدف الثاني. مارسيال 2-0. بعد شوية دقايق سجلنا هدفين امام السيتي. شوف الكرة عادة لجاستيك لايفر، جاستيك لايفر يلعب ل وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. مارسيال يسجل الهدف الأول لمصلحة فريق النتيجة لا من بين المدافعين. هاي بيني يبحث عن سبيله. الكلايفر وايكا وساديو ماني يسجل 3-0. 3-0 على لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. اوكي وين في الشوط الاول حاليا يعني اتاكد عشان يعني هل اني انا سويت فيديو ولا ما سويت. انت خلصها وتتم بقى 3-0 فوز مستحق غضب في رأي الجميع بعد هذا الاداء الكبير. يعني شيء رائع انه جزء من مباراه مثل هذه بالتاكيد. ليله كانت غير عاديه، مباراه كبيره. شكرا للاعبين على ما قدموه من اداء في مباراه اليوم. اوكي انتهت المباراه 3-0. خلينا نلعب مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد خسروا. اوكي ممتاز جدا، فننفرد في الصداره. وانا ستوك سيتي اتوقع يعني صار فريق جول ستوك سيتي، بس يعني لا تنفس اكتشفتها اتوقع نازلين ف يتطور اللي هو اللاعب اللي هو ارنولد الكسندر ارنولد. ف عندنا مباراة قوية جدا ضد برشلونة. اوكي ف اوكي زادت ميزانيتنا مليون ثانية. اتذكر انه يعني هنسجل هدفين يعني يعني كل ما تفوز 5 مباريات تحصل فلوس. يعني هالشيء يعني من الاشياء اللي عيبتني في بيس اكس بوكس. لا 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 يا حكيم مو وقته. اوكي بيلعب توماس ارنولد، الكسندر ارنولد على ما اعتقد، ويظل يدخل اللي هو ماسيا. ما طمئن اوكي دخل قضية الملعب. برشلونة ضد ليفربول الكامب نو والتيفو البرشلوني. فخرج الملعب يخشاه الجميع في اوروبا. تحية لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا بكم معنا في هذا اللقاء. امريكان ليتهم يبغوا الفوز، ليتهم ومع التمهيد على طول. والان مع انطلاقة المباراة يلعب محمد صلاح. محمد صلاح والهدف الاول. محمد صلاح يسجل الهدف الاول امام برشلونة. محمد صلاح يسجل الهدف الاول امام يخيل لنا انها كادت ان تقتلع الشباك من مكانها. شوف الكره وهذه بينيه من مارشال، والتسديده من محمد صلاح. وين خذها يا تيش تقل، وين خذها الله عليك.
لم ننتظر طويلا بلاش. كرة لوك ملعوبة ماني إلى ماني 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 ساديو لوك شاف مارسيال والكرة في على لا جول. مارسيال بالأصح، ومارسيال يسجل الهدف الثاني أمام برشلونة بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. هاي بينية عادت لساديو ماني، ساديو ماني يلعب لتوني مارسيال، سجل الهدف الثاني على طول. الله عليك مارسيال 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 وايكا ومايكال يسجل الهدف الثالث. 3-0 3-0 يعني تساهلوا في الضغط الاهلي يستحق اول فقط. النتيجة ممتازة. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني بلا مارسيال يلعب لمحمد صلاح، محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح التمرير والتسديدة ساديو ماني وايكا يا سلام. الله عليك يا محمد صلاح، الله عليك يا محمد صلاح. كيف الهدف قيم الهدف نهاية أجمل ما يكون من 10 قيم الهدف من 10 هدف خرافي، هدف عالمي من محمد صلاح تو التسديدة وكبوم. الله عليك الله على المتابعة من محمد صلاح. نهاية بلا عادة وعادات عادة وأعادات. شوفوا كانت تسديدة من ماني في العابة والتسديدة مرة ثانية. الله عليك محمد صلاح، الله عليك محمد صلاح. مسكت سامويل أومتيتي أومتيتي وهي خلصها خلصها لالانا خلصها لالانا خلصها لالانا خلصها لالانا التسديدة عادة سكة ولا هدف الخامس. 5-0 مارسيال يسجل الثاني له. 5-0 5-0 نتيجة كبيرة. وبعد ذلك أجمل نهاية البدال أليكس بدال وتنتهي المباراة 5-0 5-0 فزنا على برشلونة 5-0 نتيجة كبيرة جدا مع صراحة. لكن رغبة الفوز ما شاء الله جنبا صحيح يا جماعة يا جماعة، يعني قولوا في الكومنتات منو أفضل لاعب يعني اليوم وشو أفضل هدف اليوم. يعني بصراحة بالنسبة لي أكيد أكيد وبلا منازع هدف محمد صلاح، هدف عالمي هدف عالمي. اوكي انا نابولي فاز على المغرب 3-1 و يعني ختمنا مباراة اللي في الشهر فزنا يعني ختمناهم كلهم في اليوم يعني المركز الاول في والهدف شاكا مارسيال عقب صلاح عقب ماني وصانع الشهر فيرمينو عقب ماني عقب مارسيال ف و أفضل لاعب في الشهر فيرمينو متساوي مع جاستن كلايفرت. اوكي فريق الشهر من سبتمبر في لاعب واحد وهو مارسيال. اوكي يعني الكسندر ارنولد يتطور شيء ممتاز وايضا يعني لوك شاو يتطور ممتاز جدا. يعني اتوقع المباراة الجاية يعني صح ما اتوقع مباريات قوية جدا ف خلينا نشوف يعني ثلاث مفاوضات كادي وكيفا. واضح ان كادي وكيبا ما يبغون يجون الى ليفربول. ما ادري ايش السبب يعني شو العلة يعني يا مستكشف انا ما ابغي اوكي ف لا اتوقع يعني انا ابغي حارس حارس وابغي من اوبا اوكي
اوكي فهني بيدو نحاس تمكين والمركز مو اتوقع بس يعني مهاجم فورورد مركز محدد سي اف منطقة بنختار اوروبا فالاشياء تطلب تركيز لا يوجد وضع في الاعتبار حاليا يعني الى هنا وصلت مقطع تويك تعطوا نفس اللايك وسبسكرايب كم في الفيديو كما مع السلامة.